حين أرى أنا كما رأى مثلاً الصحفي المصري أحمد زين وألف كتيباً صغيراً ها؟ اسمه رأية الله، حكى قصة شاب من كمال أجسام بادي بيلدنج، بعمل بادي بيلدنج الرجل في جامعة القاهرة، كان ماركسياً ملحداً إثيست، وقف يوماً في المدرج بيستعرض عضلاته، ولد مراهق قدام البنات طبعاً بالذات، وقال هكذا، شرح القميص وقال أنا البطل، أنا القوي، أنا هرقل، أنا كذا، إذا استغفر الله العظيم، إذا كنت موجوداً فأنا أتحداك فاصرعني، فمات من فوري والله ما أكمله، بوب لو ميت. جعلت البنات والنساء يصرخن ويصحن والشباب يبكون والله أكبر، وألف الصحفي المصري الشهير وكتبها في رواية الإسلام أيامها رأيت الله. يأتيك ملحد يقول لك طب جورج بنمر شو عملها وما صارش معي حاجة، وأنا حملها البعيد مش حاصل معي حاجة، وعشرة آلاف واحد عملوه وما صارش معهم حاجة، هذا مش منطق. أقول لهم أنت جاهل، هذا منطق الإيمان. حين يفعلها الله ويعاجله، ماذا نفهم نحن منها وفق قواعد ومبادئ منطق الإيمان؟ إشارة وتحذيرا وتنبيها، يفعلها متى شاء، الحكمة التي يشاء لا إله إلا هو، وبالحري يكون قد أعطى هذا الشاب قليل أدب قبل هذا ألف فرصة ولم يفترصها ولم ينتهزها، صحيح؟ وتعدى جدا، وكان سيكون فتنة أعظم على بعض من أراد الله لهم السعادة، فقطع الله شرشه كما يقولون، قطع الله عرقه. أفهمها على أنها تنبيه، وأفهمها على أنها تحذير، وأعتبر إن كنت من أولي الأبصار والبصائر، أليس كذلك؟ وهنا لا أحتكم إلى منطق الاستقراء، منطق واحد إزاء عشرة ألاف حالة، هذا لا يفيدني هنا، هذا منطق يعمل في المادة، لا يعمل في رب المادة ورب الكون لا إله إلا هو. ولا ريب أن كل منا حين تأتيه منيته وتدهمه ساعته سيدرك أيها الإخوة أن الزمن في منظور كلي القدرة والقدر لا إله إلا هو ليس كالزمن في منظورنا أيها الإخوة، ويوم القيامة يتكرر الفصل نفسه. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، مش عمري 70 80 100 سنة، لا، الجنس البشري كله، كم لبث؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين. نسأل الله ألا نكون من النادمين، ونسأل الله ألا نكون من الخاسرين، ونسأل الله ألا نكون من الذين يطلبون الإنذار والتأجيل، بل من الذين يحرصون على لقاء الله، تأتيهم البشرى من الله على لسان أملاك الله فيستبشرون، يحبون لقاءه فيحب الله لقاءنا، اللهم اجعلنا منهم، اللهم آمين.